طبعا فرق الشاشتين هو فرق شكلي وفرق بالعدد الريمونتات الموجودة، وأيضا فرق بالمعالج المستخدم وتقنية الصورة. مثل ما تلاحظون هاي الشاشتين قدامكم، مثل ما تلاحظون شكل الهيتاشي يكون بدون حواف وشكل التي سي ال يكون بإطار. هاي أولا. ثانيا الهيتاشي يجي بي ريمونت واحد يسمونه ريمونت ماجيك ماوس، التي سي ال تجي بيها ريمونتات عدد اثنين، ريمونت اعتيادي والريمونت الثاني هو أيضا ماجيك ماوس. المعالج المستخدم بشاشات الهيتاشي هو معالج الاي 7، نفس المعالج هذا موجود بشاشات ال جي، معالج التي سي ال، معالج الكريستال الموجود بشاشات السامسونج، وهذين المعالجين طبعا معروفات وغنيات عن التعريف. صورتين، صورة الشاشة للهيتاشي والتي سي ال الاثنين 4K والاثنين ايضا HDR. فقط الهيتاشي تجي بتقنية الدولبي اتموس نظام الصوت المحيطي اللي راح نشوفكم اياها بنهاية الفيديو، اما تي سي ال ما تجي بنظام الصوت المحيطي. الاتش دي ار كذلك بالهيتاشي يجي انت تفعله وتطفي، اما بالتي سي ال يجي مفعل ما تقدر تتلاعب به. وهذه ثلاث نقاط اساسية الفرق بين الشاشتين، وراح اخليكم تشوفون التجربة قدام عينكم وانتم اللي راح تقرروا. بالبداية راح نشوف استيعاب الشاشة للأوامر الصوتية أو أخذ سرعة الإيعاز بالشاشة بالأوامر عن طريق الريموت. يعني راح نفتح برنامج ونفتح البرنامج الثاني بنفس الشاشة، وراح نشوف ياهو اللي يفتح أسرع وياهو اللي راح يعالج المعلومات أسرع بالنسبة للبرامج نصبناها وبالنسبة للبرامج الأساسية الموجودة بالشاشة مثل برنامج اليوتيوب والبراوزر المتصفح. الشكل الخارجي احنا شرحنا عليه سابقا وموجود الفيديو باليوتيوب بصفحتنا على اليوتيوب، اللي يريد يشوف الفيديو خلي يدخل على صفحتنا وراح يجي الفيديوهات بكل شاشة موجود إلها فيديو وشرح. في البداية مثل ما تلاحظون شغلنا الشاشات الاثنين وخليناكم وياها واحدة بصف الثانية حتى انتو تشوفون الفرق وانتو تشوفون سرعة الشاشة. بالبداية راح نبدي بفتح برنامج السينمانا، وبرنامج السينمانا برنامج ثقيل ومعروف البرنامج هذا بشاشات السمارت، وانه شوية استيعابه ثقيل والإيعاز اللي تاخذ الشاشة يتأخر يلا تستقبله الشاشة. ففتحنا البرنامج بشاشتين وراح نشوف ياهو اللي يفتح أسرع. مثل ما تلاحظون فتح البرنامج بالشاشتين، وانتوا اللي راح تقررون وريت تكتبوا لي بالتعليقات يا شاشه اللي شفتوها احسن ويا شاشه اللي شفتوها اسرع بعد ما شفتوا شكل الشاشات وشفتوا مراجعه الفيديوهات السابقه لهاي الشاشتين، وهذا الفيديو هو اللي راح يحكم بينات. وريتكم انتوا تكتبوا لي بالتعليقات يا شاشه شفتوها بنظركم احسن واسرع وصورتها احلى وشكلها احلى. تابعوا الفيديو. هذه فتحنا برنامج السينما وشغلنا هذا الفيلم حتى نشوفكم الفرق بين الصورتين. هذه شاشة الهيتاشي. واللي على اليمنى شاشة التي سي ال. مثل ما تلاحظون هذه الصورة صورة فيلم من برنامج سينمانا، لأن هو عالم طلبه مني من شغل عليها فيديو من سينمانا حتى يشوفون الدقة. طبعا نرجع للقائمة الرئيسية، وراح نختار هالمرة نفتح برنامج اليوتيوب. شوف يا شاشة تفتح أسرع. طبعا الإيعاز راح ينضغط بآن واحد بس، انتم ما راح تلاحظونه لأنه هذا تصوير وقاطعين الصوت وبسبب المونتاج. شغلنا برنامج اليوتيوب راح نشوف يا الشاشة راح تفتحها أسرع.
مثل ما تلاحظون اشتغل برنامج اليوتيوب بشاشتين. راح اشارككم في فيديو معين حتى تشوفوا سرعة التشغيل للشاشتين. هذه دقة الشاشات باليوتيوب، هي دقة 4K وتشتغل حسب الفيديو اللي راح اشغله. انت اكو فيديوهات 4K واكو فيديوهات 1080، فهذا اللي قدامكم هو 4K 2160. طبعا بعد ما شغلنا الفيديو باليوتيوب راح نرجع للقائمة الرئيسية مال تلفزيونات الاثنين، او نفتح برنامج ثاني اللي هو تصفح البراوزر. طبعا فتحنا البراوزر، شفتوا يا شاشة فتحت اسرع، وفتحت عندنا بالهيتاشي وفتح عندنا بالتي سي ال. راح نسوي سيرش داخل البراوزر حتى كذلك نشوف سرعة الاستيعاب مال الشاشة او سرعة الادخال مال الشاشة. مثلا نفتح برنامج تويتر، فتح عندنا بشاشتين. نرجع نفتح برنامج الفيسبوك، مثل ما تلاحظون فتح عندنا برنامج الفيسبوك. نرجع القائمة الرئيسية ونرجع نفتح حالي او نرجع نشغل برنامج هواي نستخدمه، هو برنامج سوق بلاي، وشوفه بيا شاشة راح يفتح اسرع. فتح برنامج اللي جوجل بلاي بالشاشتين مثل ما تلاحظون، هاي التطبيقات موجودة عندنا. طبعا بعد ما فتحنا السوق بلاي راح نرجع القائمة الرئيسية ونفتح ونفتح فيديو موجود بالصفحة الرئيسية، يعني مو بداخل يوتيوب، هو راح يحوله على اليوتيوب. بس هذا شوية بعض الشاشات تهنق بيه او يصير لك من تفتحه من الصفحة الرئيسية ويحولك على اليوتيوب. فراح نفتحه ونشوف يا شاشة ايضا تفتح اسرع. راح نختار فيديوهات معينة وراح نفتحها. يعني خلينا قدامكم الشاشتين وانتم راح تقررون يا شاشة افضل. مثل ما تلاحظون فتح عندنا اليوتيوب واشتغل الفيديوهات. راح افتحها مرة ثانية، خاف يعني ما انتبهتوا علي او شغل محمد صديق المنشاوي. تمام، فتح عندنا حاليا اليوتيوب بشاشة الهيتاشي وراح يفتح ايضا بشاشة التي سي ال. طبعا بعد ما فتحنا الفيديوهات وشفناها يا هي الاسرع من سطح المكتب، راح نفتح ايضا تطبيق من سطح المكتب. يعني ما راح نفتح جوجل بلاي ونختار تطبيق، لا راح نختار تطبيق موجود بسطح المكتب
وهذا هم كذلك يتأخر بعض الشاشات، فراح نشوف يا شاشة تفتحه أسرع أو تدخل عليه أسرع بالشاشتين. اختار هذا البرنامج، اضغط اوكي ثم تلاحظون بعد ما شوفناكم المقارنة وشفتوا المراجعات السابقة، اتمنى منكم تكتبوا لي رأيكم بالتعليق يا شاشة افضل، وانتم اللي راح تقررون. طبعا فرق الشاشتين هو فرق شكلي وفرق بالعدد الريموتات الموجودة، وأيضا فرق بالمعالج المستخدم وتقنية الصورة. مثل ما تلاحظون هاي الشاشتين قدامكم، مثل ما تلاحظون شكل الهيتاشي يكون بدون حواف وشكل التي سي ال يكون بإطار. هاي أولا. ثانيا الهيتاشي يجي بريموت واحد يسمونه ريموت ماجيك ماوس، التي سي ال تجي بها ريموتات عدد اثنين، ريموت اعتيادي والريموت الثاني هو أيضا ماجيك ماوس. المعالج المستخدم بشاشات الهيتاشي هو معالج الاي 7، نفس المعالج هذا موجود بشاشات ال جي، معالج التي سي ال، معالج الكريستال الموجود بشاشات السامسونج، وهذين المعالجين طبعا معروفات وغنيات عن التعريف. صورتين، صورة الشاشة للهيتاشي والتي سي ال الاثنين 4K والاثنين ايضا HDR. فقط الهيتاشي تجي بتقنية الدولبي اتموس نظام الصوت المحيطي اللي راح نشوفكم اياها بنهاية الفيديو، اما تي سي ال ما تجي بنظام الصوت المحيطي. الاتش دي ار كذلك بالهيتاشي يجي انت تفعله وتطفي، اما بالتي سي ال يجي مفعل ما تقدر تتلاعب بيه. وهذه ثلاث نقاط اساسية الفرق بين الشاشتين، وراح اخليكم تشوفون التجربة قدام عينكم وانتم اللي راح تقررون. وبنهاية الفيديو لا تنسون اللايك والسبسكرايب والاشتراك بالقناة. حياكم الله والف هلا.